الترومبا البربيجة اللي بيكون راي عليها من يكون 100%. وفي كراجات كتير ما بتفحص، بتعطيك الشهادة بضل طالع يعني، وباخذ هالرسوم. بصير خلل عند المواطن، يعني المفروض انه المواطن يرجع لدائرة السير بشوف انا الكراج ختم له اياها. في كراجات كتير يعني انه بس بعطيك اياها بقول لك الرسوم، اعطيني الرسوم. نعم، احنا كديناميتر يعني صلاحياتنا انه يكون الفحص الفني للسيارة كل عام او كل 6 شهور حسب المواصفات الفلسطينية. طبعا احنا عندنا اجهزة يعني حديثة جدا ومتطورة، نفحص المركبات من ناحية الامان والسلامة العامة. موضوع الشهادات اللي بتنعطى من الكراجات المرخصة من قبل وزارة المواصلات، طبعا هاي الشهادة احنا دورنا دور رقيب عليها، على هذه الكراجات. ان احنا مثلا حسب تعليمات الوزارة بنطلب شهادات من السيارات اللي عمرها 20 سنة فما فوق حسب القانون الفلسطيني. طبعا هاي الشهادات تنعطى من الكراجات، يعني للأسف في بعض الكراجات بتعطي هاي الشهادات من دون ما تكون فحص شامل للفرامل والمتطلبات الثانية. هلا احنا دورنا كدينوميتر احنا بنفحص الفرامل للسيارة على هاي الأجهزة، بتعطينا القوة البريك بالكيلو نيوتن، بتعطينا القراءات الصحيحة، بناء على هذه القراءات احنا بنعطي صلاحية سير. اما موضوع الشهادة هاي لازم الكراج قبل ما يعطي الشهادة لصاحب المركبة المفروض انه يعني يكون يفك العجلات الخلفية والأمامية ويتأكد من الفرامل انها سليمة، خامات الفرامل تكون صحيحة، وصلات الفرامل والبرابيج والترومبا ما يكون فيها تسييل، لأنه عمليا الكراج هو مسؤول عن هذه الشهادة حسب القانون لمدة 3 شهور من تاريخ إصدارها. شكرا للزميل محمود مظلوم على هذه المقابلات. وبالعودة لحديثنا أستاذ يحيى، تحدث عن الكراجات اللي بتوجه لها أي مواطن لإصلاح عطل موجود في مركبته بعد ما الدينامومتر أو الفحص الفني يكشف له عنها، ولكن كيف بده يتأكد المواطن أنه هذا الكراج هو كراج مرخص، هو كراج معتمد لدى الوزارة، لدى النقابة، لدى سلطة الترخيص، ممكن أنه يعطيه أي شهادة أو أي ورقة، وبالتالي المواطن يعتمد أنه هذه ورقة معتمدة، فبالتالي شو اللي بده يأكد للمواطن أنه هذا كراج مرخص أو معتمد؟ يعني التقرير كما ذكروا الإخوان في التقرير هو تحدث عن ذات المشكلة الكبيرة التي أنتم تحققتم منها كصحفيين أو كإعلاميين. اليوم إحنا عملنا نموذج جديد لشهادة الإصلاح اللي هي اسمها شهادة إصلاح أو إصلاح حطب مركبة. هذا النموذج أو الشهادة ستوزع على جميع الكراجات المرخصة لدى وزارة النقل والمواصلات حسب الأصول. أي كراج بيصدر شهادة غير الشهادة اللي إحنا راح نصدرها، الدينامومتر راح يزودنا بنسخة عنها، فإحنا يعني سنلاحق الكراج الذي أصدر الرخصة أو الشهادة الغير رسمية بشكل قانوني حسب الأصول وحسب القانون والنظام. أما هذه الشهادة التي ستوزع على جميع الكراجات المرخصة حسب الأصول لدى وزارة النقل والمواصلات. نعم، خلينا ندخل بتفصيلة الشهادة من بعض هذه الشهادات. وإحنا قمنا بتصوير حادثة معينة رح نعرضها هلأ على الشاشة، وبتأمل أنه نأخذ تعقيبك من بعد ما سيتم عرضه وما تم تصويره خفية، يعني لملاحقة وربما إعلان ما يتم في بعض المراكز غير المرخصة. نشاهد معا. هذا شو هي هاي الشهادة؟ عشان السيارة عشان ايش؟ من الأكاديمية. هاي تعطوها ذاك السيارة. هذه حقة الشغل الرخصة الجديدة اللي بتفتحها.
بجوها تمشي شو؟ لا عشان تروح السينما هذا للدرب مش للدرب هذيك للدرب هذا للدرب سلمي قديش في؟ 50 بس كنت بضع 40 30 والله والله قلت لك بلا وصار مرحبا الله يسعدك لا والله 50 لانه ارتفع 10 صار طبعا حكونا 30 شيكل دفعنا 40 هو قال لي 50 بس عشاني 40 اول مره اشوف الزلمه معرفش ليش عشاني ولا فحص السياره ولا جايين احنا في السياره اللي احنا دفعنا لها ثمن شهاده البريك. إذا ما تبعناه نورة أستاذ يحيى وإياك والمشاهدين هو مواطن عادي ذهب لحتى يحصل على هذه الشهادة بسبب وجود عطل في المركبة، مركبة ما كانت معهم. صاحب الشهادة هذه هي الشهادة التي أعطيت له بعنوان شهادة فحص صلاحية جهاز فرامل المركبة، عليها شعار وزارة النقل والمواصلات وأيضا إدارة هندسة المركبات. فلهذا كان سؤالي أنه كيف المواطن بده يضمن أنه هذا الكراج مرخص أو معتمد؟ تم إعطاؤه هذه الشهادة بمقابل مادي دفع أجرة وبدون فحص هذه المركبة. فهذه اللي كانت تتحدث عنه نورة، هذا اسمح لي أسميه الفخ اللي ممكن أنه يوقع فيه المواطن. مع العلم طبعا أنه حتى هذه الشهادة اللي أعطاياها مكتوب عليها أنها تعطى بالمجانا، يعني هو سلموا إياها وأخذ مش 50 عشانه أخذ 40 الفلوس هاي اللي أخذها، وأيضا مكتوب عليها أنه على سنة إنتاجها أكثر من 15 عام. هو حتى ما تأمل بشهادة رخصة المركبة يلي سلمها لإله. الشهادة بتقول أنه السيارة من 2011، يعني لم يمر على استخدامها 15 عام، يعني حتى إهمال بالشهادة التي تعطى أيضا من المركز. يعني هو يعني موضوع حلقتنا كان أو موضوع حديثنا كان هو بخصوص هذه الشهادة التي تعطى بشكل عبثي وبشكل لا ينظمها قانون ولا لوائح ولا غيره. الشهادة هي تصدر وتطبع من قبل النقابة المهن والمواصلات وتباع إلى أصحاب الكراجات، وكما تحدثوا لأحد موظفين سلطة الترخيص المسؤول عن المهن والمواصلات في إحدى المحافظات أن النقابة تفتح أبوابها وتسدد التزاماتها من خلال بيع هذه الشهادات. النقابة للأسف كان جوابها أو كلامها يعني لا يعبر عن حرص على المواطن ولا على سلامته. ومن أجل يعني تنظيم هذا العمل قمنا بعدة إجراءات من ضمنها إصدار الشهادة الجديدة التي تنظم العمل ما بين الديلمو والكراج المرخص، والذي سيتابع من قبلنا بشكل مستمر. وأؤكد للجميع أن قريبا جدا خلال 15 يوم سيتم نقل فاحصين المركبات إلى مراكز الديلمومترات للتخفيف على المواطن وللرقابة على جميع سير العمل. بالتالي التوجه للديلمو مباشرة. نعم، التوجه للديلمو مباشر، سنخفف من الإجراءات قدر الإمكان للتخفيف على المواطن، ويكون هناك رقيب موجود في داخل هذه المراكز للتأكد من سلامة المركبة وسلامة الشهادات إذا ما تم إصدار شهادة أو طباعتها من قبل إحدى الكراجات الغير مرخصة. وبالمناسبة هو سيكون هذا النموذج موجود لدى أصحاب مراكز الفحص على الديلمومترات للتأكد من الشهادة إذا كان بالإمكان عرضه على الكاميرا، يعني حتى النص كنت النص كمان يختلف بالنسبة للمواطن، الشهادة الغير معتمدة والشهادة المعتمدة. الشهادة المعتمدة لو نقرأ من النص قليلا حتى نقارن ما بينهم ونعرف كمان إذا في شهادة مختصة بفحص الفرامل فقط. نعم، شهادة فحص صلاحية أو إصلاح عطب مركبة. يعني بحال إنه هو دخل على الديلمومتر على الفحص وأخبروه بإنه الفرامل الخاصة بالمركبة فيهم مشكلة، يجب أن يذهب إلى كراج مرخص لتغيير الفرامل. بهذه الحالة سيتطلب منه أن يحضر هذه الشهادة إلى مركز الفحص الديلمومتر. نعم. هلأ هاي الشهادة طبعا رح يكون اسم الكراج، رقم رخصة الكراج، نوع الترخيص، العنوان، قرآن الموقع أدنى اللي هو المدير المهني للكراج المذكور أعلى، لإجراء أعمال ميكانيكية في المركبات بموجب ترخيص ساري المفعول من قبل وزارة النقل والمواصلات. يعني هو يجب أن يكون مرخص لدينا ومعتمد. طبعا هون الإدارة العامة سلطة الترخيص، دائرة الفحص الفني ومهن المواصلات ومنتجات المرور.
أصادق بأنني قمت بفحص أو إصلاح الأجهزة المذكورة أدنى، يعني هو راح يصادق على هذا البيانات اللي موجودة هون إنه هو قام بتغيير أي جزء من المركبة من الناحية الميكانيكية أو الفنية. طبعا نوع المركبة وكل هاي التفاصيل اللي راح تكون موجودة، وراح ينختم بختم الكراج. نعم. هاي الشهادة يعني تؤخذ من الكراج المرخص بعد الإصلاح وتسلم إلى مركز الفحص الدينامومتر. من هنا نحن سنتأكد من تزوير أو غير تزوير، أو إذا كانت هذه الشهادة صالحة وسليمة. نعم. وهي يعني ستكون نسخة مكربنة وعلامة مائية إن شاء الله، يعني يعني بحق المواطن أنه يتوجه للجهات المختصة لحتى يراجع. نعم. إذا كان في تزوير. ولكن أستاذ يعني إحنا عشان المواطن ممكن ما يعني ما يعرف أو ما يكون عنده علم أو ما توصل الفكرة، اللي راح يساعدنا بهذا الموضوع اللي هو مركز الفحص الدينامومتر. أي شهادة يعني ستعطى لمواطن سواء كانت في مبلغ من المال دون الفحص أو دون إصلاح العطب، الدينامومتر بدوره سيقوم بتقديم هذه الشهادة. هذه النقطة اللي بدأ توقف عندها مبلغ من المال، يعني تحدثنا أنه الشهادة تعطى بالمجان ولكن في أجرة لإصلاح العطب، بالتالي هل في تعاون ما بينكم وما بين الدينامومتر اللي هو الفحص الفني لتحديد أسعار الإصلاحات للأعطاب الميكانيكية اللي ممكن أنها تكون موجودة في أي مركبة؟ يعني المواطن بتوجه لأكثر من كراج وفي كل كراج بحصل على سعر مختلف تماما عن الثاني، فبالتالي متحدث عن تنظيم للأسعار يعني أو توحيدها نوعا ما. يعني لا يعني مش بالإمكان إنه إحنا نوحد الأسعار، ممكن يعني من محل لمحل يفرق السعر. كما بالكراجات يعني هناك مشكلة في الأسعار، إنه ممكن يجي حدا يقول لك في الوكالة باخذوا منا أسعار عالية. بتيجي بنراجعه كم بقول لك إنه إحنا ركبنا له قطع أصلية، اللي بالسوق موجودة قطع غير أصلية أو غير مكفولة يعني الزمن عليها. فإحنا يعني هذا الموضوع بصراحة بده يعني شغل وبده جهد، وإن شاء الله إنه بنوصل لهاي. من حق المواطن إنه يكون في لسة أسعار واضحة في كافة المحلات، سواء حتى لقطع مستعملة بحالة جيدة أو حتى لقطع أصلية، يعني من حقه إنه يأخذ الخدمة الصحيحة بدون أن يهدر يعني ماله بشكل، لأنه اختلاف طبعا الأسعار من مكان إلى آخر. نتمنى إنه نكون فعليا سلطنا ضوء على الورقة المهمة ربما للمواطنين، الانتباه فعليا لصلاحية هذه الورقة، صلاحية البريكات. البريكات مش إشي سهل، وبالأخص إحنا داخلين كمان على الموسم الشتوي، بنطلب كمان إجراءات السلام العامة للمركبة وأيضا للسائق. كل الشكر لك الأستاذ يحيى عكوبة، أهلا وسهلا فيك مدير عام سلطة الترخيص، ويسعد صباحك مرة ثانية. شكرا لكم وشكرا لجميع المشاهدين وشكرا على هذا البرنامج القيم. شكرا لك. وإحنا من هون نرجع نذكر جميع مشاهدينا أنه لا تستخفوا بالفحص الشتوي، بدأ من اليوم الفحص الشتوي المجاني، بالتالي توجهوا للمراكز المعتمدة لحتى تفحصوا المركبات حفاظا على أرواحكم أولا وعلى أرواح جميع الناس اللي موجودين بالشارع. صحيح، ومنركز كمان أنه هذا الفحص هو بالمجانا من الآن ولنهاية هذا الشهر. أيضا مشاهدينا برنامجنا راح يتواصل أيضا لغاية الساعة 10، منروح لفاصل الفرح وبعدها منتابع محطاتنا، خليكم معنا.
صباح الخير من جديد واهلا فيكم معنا في فلسطين هذا الصباح وبفقراتنا المنوعه. رح نتعرف احنا وياكم على مبادره اطلقت من جامعه القدس بعنوان ورقتك بتهمنا. صحيح، هذه الورقه هي بالاشاره انه حتى الاوراق النفايات الورقيه او الكرتونيه يمكن الاستفاده منها، اعاده تدويرها للاستفاده منها بمجالات مختلفه. خلينا نشوف ورقتك بتهمنا كيف ممكن من خلال هذه المبادره انه نستفيد فعليا منها النفايات الورقيه وعدم استخدام في مجالات أخرى. مع منسقة هذه المبادرة ياسمين عارضة، أهلا وسهلا فيك في صباحنا. يسعد صباحك. يسعد صباحك ياسمين. خلينا بالبداية نتعرف شوي على الفكرة، من وين أجت، كيف طبقتوها، عدد الطلبة اللي مشاركين فيها، وأيضا تعاونكم مع الجامعة لحتى تنفذوها على أرض الواقع. تمام، مبادرة ورقتك بتهمنا هي مبادرة طلابية هدفها بيئي اقتصادي. بلشنا فيها أنا وكمان ثلاثة من زميلاتي من طالبات الطب البشري، إحنا طالبات طب بشري سنة تانية طبعا المنسقات لهذه المبادرة. بلشنا فيها في شهر 12 من السنة الماضية كشكل إنه مجرد مشاركة إلنا في مسابقة هالت برايز، فمجرد أنا شفت إعلان إنه في إشي هالت برايز ممكن تجيبوا فكرة تشاركوا. طبعا كنا لسه سنة أولى فصل أول وكتير حابين فعلا نعمل بصمة أو نغير وما بدنا بس نعدي يعني هاي السنين. فحكيت لهم إنه شو رأيكم، يعني كنا مجرد صديقات، حكيت لهم إنه يلا نعمل إشي. فكنا في مساق طبيعة وبيئة فلسطين اللي هو متطلب إجباري في جامعة القدس، رحنا عند دكتور المساق اللي هو الدكتور مهند قريع واقترحنا عليه إنه دكتور ممكن تساعدنا في إنه بس نشارك في مسابقة هالت برايز. فطبعا شاركنا وحكينا إنه فعلا عندنا الورق مشكلة في الجامعة وإنه هاي مشكلة إنه تستحق إنه نشتغل عليها ونحاول نحلها. فبلشنا نبلور في الفكرة. بداية طبعا يعني ما كانت المبادرة زي ما هي موجودة اليوم، كانت فكرتنا انه احنا بدنا نعمل مصنع في جامعتنا لإعادة تدوير الورق. فصرنا ندور على شركات صينية ونبعث ايميلات ونحاول انه احنا فعلا نعمل مصنع. بعد ما شاركنا في المسابقة للأسف ما توفقنا فيها وجبنا المركز الرابع، فيعني ما تأهلنا. لكن مع ذلك انه هون احنا فعلا اكتشفنا انه هدفنا مش بس يعني بطل هدفنا المشاركة، صار هدفنا انه نعمل تغيير ونطبق هذا الحكي. فخلال الفصل القادم اشتغلنا على هاي الفكرة، وطبعا اكتشفنا برضو انه نعمل مصنع امر غير واقعي لانه مساحته بدها تكون نص مساحة جامعتنا، تكلفته بدها تكون ملايين من الشواكل. فصرنا ندور على بديل، برضو ما استسلمنا وفعلا البديل اوجدناه اللي هو مصنع بيبربال اللي موجود في أريحة. هذا المصنع بيئي جدا، هو بيقوم بتحويل الورق او اعادة تدوير الورق الى ورق تواليت. فرح قمنا بزيارة مع الدكتور على هذا المصنع، والمصنع كان يعني كتير مساعد. ولما اكتشف إنه إحنا مبادرة وهدفنا يعني إنه هدفنا نبيل في النهاية، حكالنا إنه يعني هو فعلا كان متساعد جدا وحكالنا إنه تمام إحنا بنساعدكم وبنشتري منكم الطن بمبلغ مالي. فهيك صار مشروعنا مش بس بيئي، صار كمان اقتصادي. بيئي إنه رح نحافظ على بيئة جامعتنا، وكمان اقتصادي من ناحية إنه رح نأخذ مبلغ وهذا المبلغ رح يروح لمساعدة الطلاب المحتاجين. حلو، جميل، فكرة جميلة. طب أنتوا يعني عملية البدء بتجميع هالأوراق النفايات الورقية أو الكرتونية في صلات معينة، صحيح. وكمان الاتفاقية بينكم وبين المصنع، كيف رح يتم أخذها، قديش الطن مثلا رح يكون لحتى يأخذوها على المصنع ويتم جاك مامرة رح يرجع لكم إياها مثلا على الجامعة أو المصنع اللي رح يقوم ببيعها وإسرداد مالها؟ تمام، لا هسا الاتفاق إنه طبعا إحنا هدفنا أكبر أو يعني الإشي اللي بنعمله فعليا هو تجميع الورق عشان المصنع يجي ويأخده. فإحنا قمنا فعلا بشراء سلات وزعناها في أنحاء الجامعة. طبعا اتفقنا مع خدمات الجامعة أكيد بدنا مساعدتهم، فإنه منلم هذا الورق اللي موجود في السلات في مكان تجميع معين في الجامعة بنحطهم في بلاك. والمصنع برضه يعني متشكرين إله، هو بده يقوم تبرع منه إنه بيجي بيجيب شاحنة وبيحمل الورق. يعني هو طبعا بيشتري منا الورق بالطن، فهو بيجيب يعني شاحنة وبيحمل الورق وبأخذه عنده على المصنع. إحنا مقابل هذا الورق طبعا نأخذ مبلغ مالي، أما يعني الناتج الورق التواليت طبعا المصنع هو اللي يعني بتكفل فيه وبيقوم ببيعه. ياسمين، بالحديث عن السلات اللي ذكرتها نورة اللي موجودة في الجامعة، كيف شفتوا الطلبة تعاونوا معكم فيها، انتبهوا إنه في سلات مخصصة فقط للورق؟ هل موجود عندنا هاي الثقافة إنه نفرق قليلا؟ طبعا الثقافة هو الوتر الحساس في مشروعنا، أمر بالمرة مش سهل. يعني صرنا
فترة، احنا صلنا شهرين تقريبا منطلقين، بس لحديت اليوم منعاني ومنشغلين على الموضوع لسه. قمنا بتوزيع السلات وحطينا عليها بوسترين، مش بوستر انه فقط للورق والكرتون. بعد اسبوع شفنا الوضع مش كتير، ردينا كمان علقنا ورقة على السلات. في سلات تحسن وضعها وفعلا صار فيها ورق، في طلاب فعلا صرنا نلاحظ انه يعني بلشوا ينتبهوا. طبعا احنا بننشر على جروب الجامعة كمان، مش بس انه حطينا السلات، يعني نحط السلات وبنحكي لهم عنها كمان. في مش مهم حالة الورقة، يعني مش مشكلة مع بعضها مزعة، المهم انه في اوراق. طب هيك معناها اي امتحان يعني مش علامته مش تمام كمان، بدل ما تروح لزلة الزبالة الاسم بيكون رايح، مش مشكلة شيلوه بالضبط. بتقدر تستفيد منها صحيح، بس لا، المشكلة اللي منعاني منها انه في بلاستيك في بعض السلات بنفس بالضبط. في طلاب، في يعني طلاب خلاص ممكن فعلا شغلة مش ثقافة لسه يعني، فانه لا بيروحوا بيرموا بلاستيك في السلات. احيانا مثلا بتكون سلة كلها بس بتلاقي شغلتين بلاستيك فيها مثلا. فلحديت اليوم احنا يعني من وعي الطلاب اكثر واكثر انه فعلا هاي ثقافه يعني لازم تصير، وهيك هيك التغيير يعني. في انه مره حدا يعني او ممكن طلاب بعضهم بيحكوا انه شو بدكم بهالحكي، روحوا اهتموا باشياء اهم. بس ايش في اهم من انه احنا نحسن وضعنا ونحسن مجتمعنا؟ اكيد. بس بتوقع مع اقتراح نوره هلا رح يزيد عدد الاوراق في السلات. بس نتمنى الاساتذه ما يكونوا سمعوك يا نوره. عندي يساعدوا زبارة أوراق الامتحان مثلا. كمان عندي فضول أتعرف ياسمين على الطلبة الآخرين الموجودين معك في هاي المبادرة بتخصصاتكم المختلفة، هل أنتوا في نفس التخصص أم جمعتكم الفكرة لحالها؟ جمعت، لا إحنا من نفس التخصص فعليا. إحنا يعني إحنا أوريدي إحنا كنا صديقات أصلا، فيعني كيف صارت مشروع صبايا، مشروع أربع بنات إحنا. فهي مجرد إنه أنا شفت الفكرة على الفيسبوك، ف اشربي مي تفضلي. يسلموا. لا تمام. فحكيت لواحدة من صديقاتي يعني انه احنا اصلا صحبات في السكن كمان، فبحكي لها يلا نشارك. فكنا اصلا كان جاي فاينل، فبتحكي لي الفاينل على الباب يعني ايش بدك، ما ضل اشي. بحكي لها لا خلينا نشارك وفعلا نعمل تغيير. بس هي فعليا الفكرة يعني قابلة للتغيير، هي السلة موجودة المفروض وين ما كان اماكنها او في اماكن مخصصة بالجامعة. السلة موجودة، هي موجودة حاليا في الجامعة يعني كيف حوالي الجامعة، في سلات داخلية وفي سلات خارجية. احنا طبعا برضو حاولنا نحط في الأماكن اللي الطلاب أكثر إشي بيرموا فيها ورق، فمثلا يعني في كلية الطب ففي كلية العلوم أكثر إشي يعني. ركزنا كمان على منطقتنا شوي، حطينا في الأداب وفي الهندسة، وحطينا في الساحات، في بعض الساحات اللي كيف بيكون فيها تجمع طلاب طبعا يعني. مثلا في عند الكافيتريات من ناحية حتى كياس السندويشات أو الكاسات الكرتون هاي ممكن نستفيد منها. فإحنا يعني برضو فكرنا وين في طلاب بيرموا ورق وحطينا هناك سلات. يمكن أكثر بمرحلة عند الامتحانات ربما بعد ما ينتهي الفصل البعض بيستغني عن بعض الدوسيات، فربما يعني هذيك المرحلة ممكن أنها تكون إن شاء الله مثمرة يعني لحتى تساعدكم في هذا المشروع وتساعد على نجاحه. تحدثت إنه مرات بتلاقوا بلاستيك في السلات، هل بمعنى أنكم أنتوا عند عملية نقل السلات يعني بتشاهدوا ما فيها، أو فقط يعني نقلها تجميع الأوراق لمكان ما والمصنع بتولى مهمة البحث وفرز المواد الموجودة فيها؟ لا طبعا إحنا وظيفتنا تجميع الورق، فإحنا فعليا يعني اللي بيصير أنا يعني حتى لما أروح من محاضرة لمحاضرة دائما بشوف سلة لازم أروح أفتحها وأشوف شو فيها، لأنه في النهاية مشروعنا هذا. فإنه هون أنا بلاحظ مثلا وجود بلاستيك. فإحنا حتى يعني وصلنا لمرحلة أحيانا إذا سلة فيها بلاستيك من كوب كل شيء فيها يعني خلص مع النفايات العادية، وبنرجع من أول جديد بنفضيها ونرجع نوعي إنه لا هاي بس للورق، لأنه إحنا وظيفتنا يعني إنه يكون بس ورق نعطيه للمصنع، وها يعني وظيفتنا هي الفرز فعليا، فإحنا شغالين على الفرز. ولكن هاي المبادرة نورة هي فرصة كمان لحتى نعممها في المجتمع، ومش بس فيما يخص الورق، يعني كل المنتجات حاليا في دول العالم عم بيتم إعادة تطويرها والاستفادة منها في المجتمع، مش بس بغرض البيع أو إعادة إنتاجها للتجار، وإنما أيضا ربما بمنتجات بتفيد المجتمع بتفيد الوطن. فخلينا نفكر شوي على مدار أبعد، فكر إذا ممكن هاي المبادرة إنها تتعمم، إنكم تتواصلوا مع مؤسسات أخرى معنية إنه مع يكون المدارس في كمان. المدارس الطلبة، ودائما في نوادي للصحة والبيئة في مختلف المدارس. كمان نحكي عن منتجات أخرى ممكن إنه نفرزها ونتواصل مع جهات معنية لحتى نستفيد منها. صحيح، احنا طبعا هذا مخططنا يعني، وإشي اكيد احنا مخططين له. احنا بلشنا في الجامعة كبداية، ولكن يعني اصلا خلال الاسابيع القادمة ان شاء الله رح نقوم احنا نعمل جولة على مدارس، اولا في ابو ديس وبعدين نتوسع لسه اكثر. اكيد المدارس بذات كتير مهمة، لانه اولا عندهم ورق، ثانيا هم جيل المستقبل، هم اصغر منا، هم اللي رح يستمروا. فالثقافة في النهاية بتتعزز من الصغر،
فأنا حتى أتوقع أنه ممكن طلاب مدارس يكونوا متعاونين حتى أكثر من طلاب جامعة، لأنه إحنا بدنا نأسس فيهم هاي الثقافة. حلو. فإحنا إن شاء الله أكيد من مخططاتنا وفي الأسابيع القادمة رح نبلش ننشر، لأنه يعني في نجاح على مستوى الجامعة، فإن شاء الله هيك رح نكون قادرين أنه فعلا ننشر حتى على جامعات أخرى يعني كمان إن شاء الله. ممتاز، متمنى كمان فريقه مش بس يضم ثلاث صبايا، يضم كمان أكثر من الجامعة من المتطوعين يعني. ما ننسى كمان نتمنى لكم التوفيق في دراستكم، والطب البشري هو ليس بالأمر السهل، وكمان هل الحملات هي فعليا لازم تستمر، فبنتمنى كمان العديد من المتطوعين يعني ينضموا لكم لمجموعتكم، ويكون كمان في العديد من هالمبادرات في مختلف الجامعات. شكرا لك ياسمين عارضة منسقة هالمبادرة. شكرا لك، سعد صباحك. ومنتابع في جولتنا الصباحية، تبقى لدينا محطات منوعة، ندعوكم لأنكم تبقوا معنا وتشاهدوها، ولكن بعد هالفاصل. أهلا فيكم من جديد مشاهدينا لمحطة الترفيه، خلنا نقول والخفة، في مشوارنا الصباحي لليوم نستضيف لاعب الخفة محمد شاهين. أهلا وسهلا فيك. أهلين فيك، الله يسعدك. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك. صباحك الله. كيف كان الطريق من الخليل؟ شو؟ طريق. لا أنا من بيت لحم. من بيت لحم؟ حق عملك خبرتنا أنك جاي من الخليل. محمد، خلينا نتعرف عليك شوي، نعرف محمد كيف بدأ بألعاب الخفة، هالفترة اللي قضيتها وأنت تتعلم لحد ما وصلت لليوم هذا. يعني أول شيء أنا محمد شاهين، يعني من بيت لحم، من بيت صهور. ألعاب الخفة بلشت معي باكي على الام بي سي 2 وأنا صغير، فباكي أحضر في فيلم Now You See Me، عرشت بعرفوه. طبعا. فأجتني ألعاب الخفة من الفيلم هذا، يعني حبيت قصة ألعاب الخفة، قعدت مع حالي جبت شدة من الشكل، قعدت أسوي يعني نفس ما بسوي، هم يزبط معهم وأنا ما يزبطش، فباكي أزعل يعني وعايب. فقعدت مع حالي وظليت أسهر وهذا، وكي محط طب أنه مسكت ألعاب الخفة صرت لعب خفة. جميل، ممتاز. وبعديها طبعا بتطلب أنه دائما لازم يكون في عندك حركات جديدة كمان، طب وتطوير صحيح. هذه الحركات الحين كل لاعب خفة تقريبا، يعني لاعبين الخفة هم بتطبقوا على نفس الخدع، بس كل لاعب خفة له طريقة مختلفة.
يعني نفس الخدعة بس بسويها بطريقته الخاصة. عارفة كيف؟ فالحين راح تشوفه يعني. احنا بنحكي عن اوراق الشدة تحديدا. صحيح اوراق الشدة، انا الحين يعني باوراق الشدة بسويه بخدعة وبسوي شغلات ثانية يعني. طب خلينا نبدا. نبدا. عندنا فضول الصراحة احنا نشوف. كنت تستعين بحدا يساعدك لحتى تتدرب عليهم؟ هو الصراحة أنا كانت بدايتي إنه كل أهلي رافضين يعني إنه ألعاب الخفة إنه هذا إشي حرام ويعني إنه بتأكلش خبز وهذا يعني موهبة تافهة يعني، فعشان هيك يعني. طيب خلينا نتابع شو رح تعمل لنا هلأ؟ بقدر أجي؟ تمام. طبعاً بس خلي الكاميرا على الشدة إنه الكروت ما فيهن أي إشي. شو رأيك نورة تتأكدين لنا بما إنك أقرب مني؟ تفضلي. وخربطيهن وسوي فيهن اللي بدك إياه. الشدة تمام؟ تمام ما فيها أي كرت. خلاص. تمام؟ تمام ها؟ هاي خربطتها؟ ليش بدل يطلع بالأول؟ مش عارف. تمام بنخربطها كمان مرة. كمان مرة. في خفة يد. بدك أنت تختاري أي كارت بدك إياه، أي كارت. بس ما تورجيني إياه. شوفيه ورجيه للكاميرا. أيوه. تمام. بدك تحطيه هنا. تمام إحنا فعلياً يعني كخدعة بسيطة زي هذه ممكن يعني إنها تكون سهلة بس أنتوا تشوفوها يعني إشي. شيء يعني بخوف بس انه يعني بقول انه هذا هو كرتك مثلا؟ لا جد؟ لا. طب خلينا ناخذ الثمانية دينارية نحطها هنا، هاي ثمانية دينارية صح؟ هي صارت كرتك. بس انه هي فعلا صارت كرتك نورة. تمام كرتها السبعة دينارية. سبعة دينارية. نيجي لخدعة ثانية. طب كيف تعطينا سر ال بعطيكوا سر، اختاري أي كرت بدك إياه، أي كرت بس ما تورجيني إياه، ورجيه للكاميرا. تمام الحين انا مش راح اخذ الشده، انا بدي اياك انت تاخذ الشده تحطيه باي محل بالشده وانا هيني راجع محلي. انت خذ لك لفه هيك برا الاستوديو شوي خلينا خبيه برا الشده نوره. لا خليك تفضل. تمام خلي الشده معك. ايوه الحين هذه الخدعه بتنطبق على قراءه الافكار. قراءه الافكار بس مثلا بس اختيار الورقه بيكون عشوائي. صحيح بس انا بقدر اعرف الورقه اللي انت اخترتيها. اوكي انا بقدر؟ لا لا. طيب فكر فيها الحين. في لونين في الشده. في اللون الاحمر واللون الاسود. اسود اللي اخترتها. اسود. الاسود فيه البستوني وفي السنك اللي هي سباتي اللي هي ورقه الشجر هذا. بستوني. فكري في الرقم. ايوه ان كان من الاص للعشره او ان كان ولد او بنت او شيخ. كرتك ولد بستوني. لا نورة رهيبة. انت غششتي ما انا مش مصدقه. ولد بستوني كرتك صح؟ ولد بستوني. لا احنا ما بدينا نفهم الاولى بدنا نفهم الثانيه. بدنا نفهم الثانيه. هاي مشكله اذا عم بقرا افكارنا كلها يعني. تمام نيجي لخدع احلى شوي. تفضل. بس نيجي معك انت. انا تمام نقرب. تمام تفضل. الحين نيجي مثلا اختاري اي كارت بدك اياه، اي كارت ما تورجيني اياه. هاي الكروت عندك، انا راجع برضو غاد ورجي لها الكاميرا ورجي لها الناس وحطيه برضو بين الكروت وخربطيهن. اخربش بين الكروت؟ خربشيهن. شفتي نورا عشان اذا نسيت. تمام خربصت. خلي الشده معك. انا في معي شده هنا زي ما انتم شايفينها، شده عاديه كاميرا بس. والباكيت مسكر، باكيت الشده الكرتون هو مسكر. تمام الشده هذه اسمها بايسيكل، شده اصليه. طبعا البايسيكل يعني دراجه بس هي لا هي اسمها بايسيكل. بس انه بدي اياك تتفكدي هذه فيها شيء. بعرفش اذا في كرت سحبته. تفكديها. اعطيني اياها. تفكديها فيها شيء. البلاستيك هي فاضيه.
تمام. أنا حاط زي ما أنتم شايفين كرت أزرق وهي شدة حمراء. يعني كرت أزرق مختلف بين شدة حمراء. ممكن يطلع كرتك اللي هو كرت فرح قصدك؟ كرتك ممكن؟ لا صعب شوي. لا بس هو كرتك صح؟ صحيح. بس كربوا على الكاميرا. لا احنا هيك صار لازم ناخذ فصل نفهم شو عم بيصير هون. كرتك بس انا بدي اخذ الخمسة البستوني بدي احط اول كرت تمام؟ ايوه بدي اسكر الشدة. اعطيني هذا، هذه فيها اشي؟ لا لا ما فيها اشي. انا بدي اخذ الشدة بدي ادخل الشدة في العلبة زي ما انتم شايفين. وين الشدة؟ لا هي اختفت الشدة. وين رح تطلع هلا؟ في الدار بلكيها بس اروح يعني ان شاء الله. طيب تمام. طب التدريب على هالحركات يعني مش بالخفيف، فكيف عملية التطور يعني من حركة لحركة لحتى تصير هي فعليا اعمق واسرع؟ صحيح. كمان بنعرف انه حركات الخفة بتعتمد على السرعة. هي اكيد يعني اذا كانت يعني مثلا يعني اذا كان هي زي الذره يعني الحركه اللي بسويها زي الذره لا ترى بالعين المجرده. يعني عرفت كيف؟ فيعني انه الحركه هي سريعه جدا، يعني انه الواحد تطور يعني بيبدا الدرج من اوله، يعني اول شيء بكيش اعرف اسوي شيء، بعدين صرت شوي 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 صرت اقرا افكار يعني. عرفت كيف؟ محمد خلينا نفرق شوي ما بين السحر وما بين الخدع البصريه او العاب الخفه، خفه اليد. دائما في لبس بيكون عند الناس ما بين السحر انه انت هيك عم تعمل سحر عم بتطلع لنا اشياء مش موجوده مثل هلا اللي شفناه في العلبه البلاستيك، وما بين هي خفه يد وخدع بصريه. صحيح. هي طبعا كل شيء بسوي خفه يد وخدع ما له علاقه بالسحر او اني انا مخاوي مثلا، ما في شيء، بس انه يعني انه يعني كل شيء يعني بسويه العاب خفه ما في شيء في هو بيعتمد على سرعه اليد ولا اليد. على اللي يعني على التمرين وعلى سرعه اليد يعني. وانه كيف مثلا الهيك واسوي شيء وانت مش شايفه مثلا، عرفت كيف؟ هذه جميل. احنا بنتمنى لك كل التوفيق، وكمان حتى بمشاركتك بعرس كنت نتمنى يعني نشاهدك اكيد بمراحل متقدمه من هالموسم يلي احنا بانتظاره. لاعب الخف محمد شاهين كل التوفيق لك. الله يسعدك. موفق محمد، وبننتظر اكيد انه نشوفك بالعالميه. احنا هلا بنكمل في جولتنا الصباحيه، لنا وقفه خاصه من اريحه مع زميلتنا وطن بلاص اللي راح تاخذنا بجوله في اليوم الترفيهي اللي معقود ل ذوي الإعاقة. خلينا نتابع احنا وياكم. صباح الخير وطن. صباح الخير وطن. صباح الخير نورا، صباح الخير فرح، صباح الخير لكل مشاهدين تلفزيون فلسطين. يعني في نشاط يهدف إلى دمج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع المحلي. اليوم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تنظم بالشراكة والتعاون مع الضابطة الجمركية يوما ترفيهيا للأطفال من ذوي الإعاقة. بطبيعة الحال سيكون هناك العديد من الأنشطة الترفيهية للترفيه عن الأطفال، ستتضمن فقرات فنية ثقافية وترفيهية. للمزيد من التفاصيل وأكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي مباشرة عبر الهواء الدكتور ماهر الناطور مدير عام جمعية الهلال الأحمر في فرع في محافظة أريحة والأغوار. يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ ماهر. أهلين، صباح الخير للجميع، يسعد صباحكم، صباح فلسطيني في هذا الطقس الجميل اليوم في مدينة أريحة، حيث أنه اليوم نستقبل اللي هو سلسلة من النشاطات اللامنهجية في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مجمع الدكتور فتحي عرفات للخدمات الإنسانية، بالتعاون اليوم مع أخوة أعزاء علينا من جهاز الضابطة الجمركية في محافظة أريحة، حيث تم التنسيق معهم لإقامة نشاط بعدة زوايا مع الأطفال ذوي الإعاقة في مركز تأهيل وتنمية القدرات في محافظة أريحة، حيث سنقوم في هذه النشاطات اللي هي ترفيهية تربوية، ومن ضمنها سيكون هناك تعزيز وتقديم هدايا للأطفال من جهاز الضابطة الجمركية، وهذه تقع من سلسلة من النشاطات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في محافظة أريحة عادة، من شرطة أريحة مشكورين قاموا بعدة نشاطات معنا، أيضا الأمن الوطني قاموا بعدة نشاطات أيضا معنا، كمان من أجهزة اللي هو الدفاع المدني قاموا أيضا بعدة نشاطات معنا، واليوم هو إحدى هالنشاطات التي ستقوم فيها الضابطة الجمركية مع مشرفات وأطفال
مجمع الدكتور فتحي عرفات للخدمات الإنسانية، المركز الذي يختص في ذوي الإعاقة في هذا المركز. نعم، يعني الأنشطة المنهجية يعني التي نراها هنا تعمل على تعزيز قدرات الأطفال، يعني تنمي تفكيرهم خصوصا هذه الفئة المهمة من المجتمع، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وهذه خصوصا الأطفال، يعني كيف تعمل هذه الأنشطة على زيادة وعيهم دمجهم في المجتمع المحلي بشكل أكبر؟ نحن في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مركز تأهيل وتنمية القدرات، هناك برامج مختصة في العمل مع هذه الفئة من الأطفال من ذوي الإعاقة ضمن برامج تربية خاصة لهم، ولكن من ضمن هذه البرامج هناك حيز في هذا المجال وهذا البرنامج للنشاطات اللامنهجية، وهي تختص في قضية اللي هو دمج الأطفال من ذوي الإعاقة مع المجتمع البيئي والمحلي لهم. وحينما نقوم في أي نشاط من هذه الأنشطة نعمل على استدعاء الأهالي، جزء من الأهالي وجزء من المتطوعين والمشرفات، وبعض الأحيان من أقرناء لهم من الأطفال في المدارس ورياض الأطفال، حتى نقوم في هذه الأنشطة المميزة لهم وتخرجهم من العامل الروتيني الذي تقوم فيهم في قضية التأهيل والتربية الخاصة لهم في المجتمع في المركز. نعم، يعني اليوم الضابطة الجمركية تقوم بالشراكة معكم بهذا النشاط، أيضا تحدثنا عن الدفاع المدني أنه يقوم بالعديد من النشاطات الترفيهية، هذا يعني اهتمام المؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني بهذه الفئة، نتحدث عن هذا الموضوع. بما يختص بقضية اهتمام المؤسسات المحلية والمؤسسات الرسمية في المحافظة أريحة بهذه الفئة، هناك يعني اهتمام واضح جدا في قضية اللي هو التعامل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بما يخص ذوي الإعاقة في المحافظة، حيث مثل ما قلت هذا النشاط اليوم هو من ضمن سلسلة نشاطات والذي قام التنسيق به مع الضابطة الجمركية، وهي إحدى الأجهزة الأمنية الموجودة في هذه المحافظة، أيضا من الأجهزة الأخرى التي قامت في عدة نشاطات سابقا وسوف نقوم بها لاحقا على مدار السنة. والذي يميز النشاطات الحالية والمستقبلية لحد اللي هو تاريخ 3/12/2018 اللي هو اليوم المعاق الفلسطيني، ومن ضمن هذه النشاطات راح تتكون اللي هي سلسلة من النشاطات مع المجتمع المحلي ومع المؤسسات الرسمية والمؤسسات الأهلية في محافظة أريحة. نعم، يعني في النهاية الرسالة التي تودون أن توجهوها سواء للأطفال أو لذوي الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما هي رسالتكم في هذا الموضوع؟ نحن رسالتنا في الجمعية واضحة دائما بما يختص بالأطفال ذوي الإعاقة وأهليهم، إننا نحن يجب أن يتعاملوا هذه الشريحة يجب أن تعامل هذه الشريحة من ذوي الإعاقة مثلهم مثل أقرنائهم الأطفال، لهم اهتماماتهم، لهم تميزهم، لهم رغباتهم، لهم أحاسيسهم. نحن نعمل جهدنا في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على أن تكون الجمعية مفتوحة دائما لكل مؤسسات الوطن ولكل المؤسسات المحلية والخارجية، حتى نستطيع أن نوفيهم حقهم في قضية دمجهم في المجتمع، حتى يكونوا شركاء ذات طابع ملموس في هذا المجتمع الفلسطيني. نعم، دكتور ماهر الناطور مدير جمعية الهلال الأحمر في أريحة، شكرا لك. إذن يعني هذا النشاط هو جزء من الأنشطة المنهجية التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع مختلف المؤسسات من أجل تعزيز قدرات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا دمجهم في المجتمع المحلي. إذن اليوم نشاط ترفيهي تقدمه جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع الضابطة الجمركية للترفيه عن الأطفال. هذه نهاية فقرتنا لهذا الصباح، وعودة إلى استديوهاتنا في رام الله، ويسعد صباحكم من جديد. فرح ونورة. شكرا لك زميلتنا وطن بلاص، كنت معنا من أريحة. وهالصباح المشمس في أريحة، إذا عندنا هيك الشمس كيف هناك ممكن تكون؟ صحيح، بالأخص هو اليوم كمان ما ننسى حكينا عن الارتفاع كمان على درجات الحرارة. مشاهدينا، احنا نتحدث كمان في برنامجنا لهذا اليوم، اليوم هو الأول من تشرين الثاني، غدا الثاني من تشرين الثاني اللي هو يصادف ويوافق الثاني من 11 ثاني تشرين الثاني، وهو اليوم المشؤوم، وعد بلفور المشؤوم. في هذا اليوم تم الإعلان عن وعد بلفور
بلفور برسالة خطية أرسلت من اللورد أرثر جيمس بلفور للورد ليونيل دي روتشيلد، يشير فيها إلى تأكيده ودعمه لإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين. ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا، طبعا احنا نتحدث عن عام 1917، حتى يومنا هذا ما زال الشعب الفلسطيني يعاني جراء هذه الرسالة أو هذا الإعلان حسب ما يسميه بلفور، وأثاره واضحة حتى يومنا هذا. نعم، مر أكثر من مئوية وعام على هذا اليوم المشؤوم، وما زال شعبنا الفلسطيني يعاني من ويلات هذه الرسالة الخطية. يعني توالت الأعوام وما زالت الهموم هي في تزايد لشعبنا. نتحدث عن هذا اليوم مع زميلتنا سندس أحمد، وفي فقرة ومحطة خاصة من الأردن تحت عنوان وعد بلفور المشؤوم، مع ضيفها بالاستوديو عضو المجلس الوطني نجيب القدومي. نشاهد معا. إذن إلى حين جهوز الزميلة سندس أحمد نقف مع فاصل قصير ومن ثم نتابع. ما هو وعد بلفور؟ في الثاني من نوفمبر من عام 1917 أرسل وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور رسالة لزعيم الحركة الصهيونية البريطاني اليهودي اللورد روتشيلد، يقول فيها أن الحكومة البريطانية تؤيد وتدعم إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. عرفت هذه الرسالة فيما بعد باسم وعد بلفور أو تصريح بلفور. يخالف هذا التصريح القوانين الدولية والحقوق الإنسانية، كما يخالف وعود بريطانيا مع العرب في تلك الفترة، ويظهر كذب وتواطؤ الحكومة البريطانية بخصوص فلسطين. جسد تصريح بلفور دعم بريطانيا للمشروع الصهيوني، وهذه بعض الأمثلة لما كانت تقوم به حكومة الانتداب البريطاني التي كانت تحتل فلسطين بذلك الوقت. نزع الممتلكات والأراضي من أهلها الفلسطينيين وإعطائها للعصابات الصهيونية، تسهيل عمليات هجرة غير شرعية لليهود إلى فلسطين، السكوت عن جرائم العصابات الصهيونية بحق الفلسطينيين في الوقت الذي يجب عليها حماية المدنيين تحت الانتداب البريطاني، حيث تم إبادة 220 قرية فلسطينية تحت سمع وبصر بريطانيا. يعتبر هذا التصريح المشؤوم وما نتج عنه أحد أهم الأسباب في نكبة الشعب الفلسطيني، بينما تقوم دولة الاحتلال بالاحتفال به كل عام. نعم مشاهدينا، يعني حديثنا عن وعد بلفور المشؤوم مع زميلة سندس أحمد وضيفها سيكون يوم السبت من ضمن محطاتنا المختلفة لمشوارنا الصباحي يوم السبت من فلسطين هذا الصباح. وبهيك نكون وصلنا لختام هالجولة الصباحية لليوم، نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة مع عائلتكم وأصدقائكم، ويبقى اللقاء يوم السبت في تمام الساعة 8 إن شاء الله. إلى ذلك يسعد صباحكم، نهاركم سعيد. We'll be right back.